كمان من بعد ما كنا طرحنا الحلقة الماضية قضية العاملات الفلبينيات يلي كانوا محجوزين ببيت بمنطقة الزوق وكانوا عم يشتغلوا بشكل غير شرعي عند شخص اسمه جورج العطار، كانوا هالعاملات لجأوا لبرنامج حكي جالس من بعد ما راحوا على السفارة الفلبينية كذا مرة وما لقيوا نتيجة. رجعت السفارة الفلبينية بعتت يلي قالت لنا إياه على التليفون بكتاب، ترجع بتطلب منا نحط أرقامها على الهواء، مصرة أنه الطريقة الوحيدة لحتى نحل هيدي المشكلة هي أنه يرجعوا العاملات يروحوا على السفارة ويسجلوا مشكلتهم. حلول عملية على الأرض ما في، بعد ما تقدم لهلأ حلول عملية، وبكل فخر وثقة هالكتابة بينبعت وبيصلنا من سفارة. برجع بعيد أنه عم تتقاعس عن أداء واجباتها بشكل كتير كبير وبتبسط كتير قضايا رعاياها لأقصى درجة. هيدي قضية إنسانية ما فينا نخدها بهيدي البساطة، إنكم تعمموا أرقامكم بهيدي الطريقة وما تقبلوا حتى تاخدوا منا. نحن اتصلنا برجع بقول 8 مرات والاتصالات مسجلة. ما بتقبل السفارة تاخد منا أخبار عن المحل وعن الشخص اللي عم يشغلهم بشكل غير شرعي واللي عم بيعذبهم لهالعاملات. هيدا تقصير كتير كبير بحد ذاته، بدل ما تتحركوا دغري وتخابروا الأمن العام وتعملوا واجباتكم. على كل حال مثل ما وعدتنا منظمة كفا من خلال المحامية مهانة إسحاق اللي طلعت معنا على الهواء، العاملات من ثلاثة الماضي لليوم بعدهم بأحد مراكز الإيواء التابعة لجمعية كفا يلي عم بتتابع الموضوع معنا. انبعت ملف هالعاملات مع أوراقهم كاملين إلى الأمن العام اللبناني، نحن ناطرين أنه يخلصوا المعاملات لحتى يترحلوا.